نتواصل من جديد أيها الحفظ الكريم، مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء أينما كنتم، نحييكم مرة أخرى مع انطلاقة جديدة وشوط جديد يتحرك. شوطنا الخامس الذي يحمل فئة الإبكار، المحليات، الأصايل لهجن أصحاب السمو الشيوخ، ما يرغب من أبناء القبائل. نسير مشاهدينا الكرام، نتابع البداية، نتابع المركز الأول بن ظبيان سالم بن سعيد بن غدير يتقدم بوسعيد ليسجل حضوره مع المركز الأول، بينما المركز الثاني فتتواجد هناك الشاهنية لهجن الرياسة بقيادة المضمر أحمد بن مطر بن مايد الخيلي، والمركز الثالث وصلت المسك لسمو الشيخ محمد بن مكتوم براشد آل مكتوم عتيج بن علي بن خفية، والمركز الرابع فتنطلق الآن عوايد سالم براشد بن سرداح، بينما المركز الخامس العالمية مزيد بن فهد العتيبي يتواجد بخامس المراكز، وسادس المراكز وصلت حشيمة علي بن سالم بن علي بن سليم، من يقدم لنا حشيمة بالمركز السادس، والمركز السابع هناك تتواجد عالية لسمو الشيخ خالد بن حمدان النعيمي وسعيد بن فايل الزرعي مع عملية التضمير، بينما المركز السابع فتنطلق الذيبة لسمو الشيخ حمدان براشد المكتوم سهيل بن مبارك بن مرخان، والمركز التاسع شواهين خليفة بن سالم بضبيعة، من يقدم لنا شواهين على المركز السابع، والمركز الثامن أفراح سلطان بن طارش بن مبارك بالقوبع، من يقدم أفراح بهذه الأفراحة، بهذا التحدي الرائع، بهذه الانطلاقات الصباحية، والمركز التاسع وصلت الشاهنية لهجن الرياسة بقيادة المضمر أحمد بن مطر بن مايد الخيلي، والمركز أيضا انضمام بهذه اللحظات مع شعار هجن الرياسة بقيادة المضمر أحمد بن مطر بن مايد الخيلي، يدفع بالأسماء الجميلة بهذا الشوط، لا زال هناك أسماء أيضا حاضرة بكل قوة، ولكن نكتفي بالعشرة المراكز الأولى المتقدمة، لنعود مرة أخرى، لنرجع إلى البداية، لنتابع الأسماء التي تسير مشاهدينا الكرام. المركز الأول مشاهدينا الكرام، هناك التحدي، هناك القوة، وهناك الإثارة مع الشاهنية المملوكة والتابعة لهجن الرياسة بقيادة المضمر أحمد بن مطر بن مايد الخيلي، خذ نقطتين، يبحث عن الإنجازات التالية في هذا الصباح، لوحة 2 كيلومترات منتصف المسافة. المركز الثاني مشاهدينا الكرام، المسك اسمه الشيخ محمد بن مكتوم براشد المكتوم عتيج بن علي بن خفية، والمركز الثالث عالية لسمو الشيخ خالد بن حمدان النعيمي وسعيد بن فايل الزرعي، بينما المركز الرابع حشيمة لعلي بن سالم بن علي بن سليم، بينما المركز الخامس العالمية وصلت العالمية مزيد بن فهد العتيبي، ولكن الدخول بهذه اللحظات على المركز الخامس، الله الله يا شاهنية المملوكة لهجن الرياسة بقيادة المضمر أحمد بن مطر بن مايد الخيلي، لا زال يقدم الأسماء ويقدم الشعارات القوية، يقدم هذه السلالات المميزة. المركز السادس مشاهدينا الكرام، العالمية مع المركز السادس وسابع المراكز، أرى هنا الذيبة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم سهيل بن مبارك بن مرخان، بدأ ينطلق بهذا الشوط، بينما المركز السابع شواهين خليفة بن سالم بضبيعة، هذه الأسماء المتواجدة بهذا الشوط. يا سلام يا سلام، ولكن هناك البداية، هناك الحمر، هناك شعار هجن الرياسة، الشعار العملاق بالمركز الأول، شعار هجن الرياسة مع الشاهنية المضمر أحمد بن مطر بن مايد الخيلي، والمركز الثاني أيضا تتواجد الشاهنية مع المركز الثاني المملوك لهجن الرياسة، وأيضا مرها أحمد بن مطر بن مايد الخيلي، والمركز الثالث المسك لسمو الشيخ محمد بن مكتوم راشد المكتوم عتيج بن علي بن خفية، والمركز الرابع المركز الخامس، يا سلام يا سلام يا الذيبة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم سهيل بن مبارك بن مرخون، ولكن بعود إلى البداية، الله الله الله، لا زالت الشاهنية
بالمركز الأول مشاهدين الكرام، تواصل المسير وتواصل الإبداع بمقدمة الشوط المملوك لهجن الرياسة أحمد بن مطر بن مايد الأخيلي، يبحث عن الهاتريك، يبحث عن النقطة الثالثة، بينما المركز الثاني وصلت عالية عالية، تبغى المكان الأعلى، تبغى المكان المميز، تبغى المركز الأول لاسمه الشيخ خالد بن حمدان النعيمي سعيد بن فايل الزرعي. غيرت غيرت الله، ما شاء الله تبارك الله، راحت مشاهدينا الكرام، راحت بهذا الأداء، راحت بهذا الشوط، راحت بهذا التحدي المميز لسمو الشيخ خالد بن حمدان النعيمي وسعيد بن فايل الزرعي. روحي الزرعي، روحي الزرعي. المركز الثاني شانية لهجن الرياسة أحمد بن مطر بن مايد الأخيلي، ولكن عالية عالية، ما تتنازل، ما تتنازل عن المكان، ما تتنازل عن الموقع. سلام لسمو الشيخ خالد بن حمدان النعيمي، والسلام سعيد بن فايل الزرعي. اشكرك يا الزرعي على هذا الاداء. المركز الثاني شاهني الهجن الرياسة، تهاني لحمد مطر بن ماجد الخيلي. والمركز الثالث وصلت الذيب اسمه الشيخ حمد ابو راشد المكتوم سهيل بن مبارك بن مرخان. ورابع المراكز هجن الرياسة، تهانينا والناموس. هكذا مشاهدينا الكرام كانت النتيجة مشاهدينا الاعزاء في هذا الشوط. تهانينا والناموس لمالك عالية سيدي سمو الشيخ خالد بن حمدان النعيمي، وتهانينا لسعيد بن فايل الزرعي من قدم عالية بهذا الشوط وانطلق بها. تهانينا وناموس لجميع